اساسا التبوله هي البقدونس. في فيتامين سي اكتر ما في البرتقال والليمون. نابلس مشهوره بالصابون، بتعمله من زيت الزيتون. بس النهارده انا شايف صابون معمول بالعسل. في اول ناس عملوا حمص فين؟ فين؟ في مصر في عهد الدوله. لا مصر ما بيعرفوش يعملوا حمص. مصر ما بياكلوش حمص اساسا بجد. يعني انا عاده ما باخدش قمر الدين، بس خدته عشان مختلف. انت عارفه ان اسرائيل راحت عندها قلب، عندها قلب تروح تاخد جينيس ريكورد، موسوعه جينيس، بطبق حمص؟ عض قلبي ولا تعض رغيفي، السمبل از ده. وعشان الاكل الفلسطيني فيه حاجات كتيره ومش عايزينها تضيع من ايدينا، يلا ندور عليها في لندن قبل ما حد تاني يفكر ياخدها ويقول لي دي بتاعتي ومش عارف ايه. فلسطيني 100%. ركبني مع الدبلوماسي واعلن الثوره.